حلم كل شخص خلق بعالم سيارات رياضية هو انه يسوق M3. يا 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 الصوت يا الصوت صوت جنون السيارة مبلش تغري يا ويلي. و1986 E30 M3 هيدي السيارة اللي أطلقت أساطير عديدة من بعدها. اليوم عم نشوف جيل السادس من BMW M3 و M4. ضجة كتير كبيرة صارت على قصة الشبك الأمامي، عم نشوفه قدامنا صراحة رائع رائع جدا 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 جدا. كل اللي حكي وقالوا انه هيدي ما بعرف شو قصتها خبرية، مش شايفين السيارة. السيارة روعة، مقدمة هائلة، كدني جريل، فتحات ضخامة، شكل 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 غطى المحرك رائع. يعني عن جد عن جد مش قادر احكي قد ما السياره رائعه جوا. عم نحكي عن الام 4 كومبيتيشن، بنتقل على الام 3. شوفوا معي كمان اليوم عم نحكي سياره كوبي، سياره سيدان، السايد سكيرت اللي موجود هون، الكربون فايبر. شغله بعد بدي اخبركم عنها بالام 3 موجوده، طبعا المرايه الايقونيه للام 3 لاحظين مع هول الخطين اللي موجودين هون مع الكربون فايبر. شوفوا معي كمان سقف الكربون بيجي ستاندرد على الام 3 كومبيتيشن وعلى الام 4 كومبيتيشن. بالمقدمه كمان عندي نفس الشبك الامامي، بس ما بعرف ليش انا شخصيا على الام 3 اغرمت فيها على الاخر. انا هون بدي اترككم القرار لكم، اذا انتم بتحبوا تختاروا سياره الام 3 كسياره ام 3 كومبيتيشن سيدان، او بتروحوا على الام 4 وبتروحوا على السياره الكوبي. هاخذكم جوله خلفيه وبنفس الوقت نطلع بالمقصوره ونطلع على الحلبة على ياس مارينا انجن بهو السيارتين. من الخلف القصه ما بتختلف عن مقدمه السياره. شوفوا معي هون الكربون فايبر، مخارج العوادم الكبيره الضخمه الرائعه، عن جد رياضيه بامتياز. كمان عندي هون الجانح الخلفي الصغير اللي موجود مع الام 4 كومبيتيشن، قربوا معي على الام 3. الام 3 مثل الام 4 بس بتشوفوا في ضخامه، لانه السياره نايتهم فيهم ضخامه من الخلف، بس السياره لانها سيدان يمكن مبينه اعرض. نفس الشيء الكربون فايبر، مخارج العوادم اللي موجوده هون، ديفيوزر بشكل رائع جدا، الجانح بتخيل صار لازم نطلع بالسياره ونفرجيكم الام 3 من جوا كيف شكلها والتغييرات اللي صارت فيها. صرنا داخل الام 3 كومبيتيشن، شايفين الهلمت حدي هون لانه حنطلع فيها هلا ونجربها على حلبة السبق مع بعض. تجربة مميزة بنتركلكم اياها مفاجأة للاخر، بس شوفوا معي المقود الرياضي اللي معودين عليه بالام 3، الستيتشنج الازرق والاحمر تبع الام موجودة هون، كاربون فايبر بيدل شيفتنج، ام 1 وام 2 لتحط اعداداتك اللي انت بدك اياها، كمان الكونسول الوسطي مغير مع الكاربون فايبر. وشوفوا معي كمان حتى الحزام احمر وازرق، مزبطها انا مع القميص تبعي كمان. السياره عن جد رائعه، التغييرات الشاشات اللي موجوده، في شيء اسمه دريفت انالايزر، ان شاء الله نقدر نجربكم اياه ونفرجيكم كيف بقيس لكم قوه الدريفت، لانش كنترول، سرعه، توب سبيد. رح نخبركم كل شيء ميكانيك عن هاي السياره، بس بدي احكي عن شغله اساسيه عجبتني وليش نقيت اطلع بالام 3 تحديدا. شوفوا معي المقاعد اللي موجوده هون، كاربون فايبر عطتك 10 كيلو اخف وزن عن المقاعد العاديه، مساحه اكبر، كاربون فايبر، باكيت سيت، لقطك كله سوا. والاهم انه هو المقاعد فيك تعدلها كهربائيا، يعني كل شيء بدك اياه بالسياره موجود. ياي هون الامل موجوده مع التطريزات، عن جد السياره خرافيه. ما بحق احكي، خلينا نطلع على الحلبة ونجربها مع بعض. قبل ما ننطلق رح نحط لاود اكزوست واسمعوا معي صوت السيمفونيه الرائعه. 7000 ار بي ام بالرافينج. صرنا بالام 3 ومثل ما انتم شايفين جنون السياره مبلش تغري، يعني سياره رائعه جدا. نفس المحرك اللي موجود على الام 4 كنا قلنا لكم هو 3.0 لتر، 6 اسطوانات ان لاين مشبي، توين توربو، 510 احصنه، 650 نيوتن متر تورك، من 0 ل 100 ب 3.9 ثواني، يعني عن بي ام دبليو شي 3.4. شوف لما كبست الام 2 كيف قامت السياره، يا ويلي. من سنة 1986 الـ E30 أنا بالنسبة لي هي سيارة الحلم اللي بدك تخليها بالجراج عندك، هي الـ E30 الـ M3. سيارة يمكن كل محبي السيارات بيعشقوها بغض النظر شو تفضيلاتهم بالسيارات اليومية أو بالسيارات الرياضية. الـ E30 هي أيقونة عالم السيارات الرياضية بالفعل من BMW. هلا مفروض الحلبة خالية لنا، يعني صار فينا نجن جنون مش طبيعي. عليكم 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 معي. عليكم 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 عليكم.
البريكنج سريع جدا، الهاندلينج ولا اروع. اوه هيك تسلي 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 وما راح اكثر من هيك ما بصير. هون تشوف قديش حنوصل سرعه. يلا جد السيارة مجنون، السيارة مش طبيعية مش طبيعية. ليكو شو حلوة، ليكو شو حلوة السحبة وانا ما نكبس، ليكو شو حلوة، ليكو شو حلوة. واو 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 واو، شعور 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 مخيف. نجرب ندعس لهون كمان دعسة صغيرة سيمفوني. فكرة السيارات الرياضية هي مش بس سرعة، بدك تحكي عن الهاندلينج، بدك تحكي عن التماسك، بدك تحكي عن المنعطفات، بدك تحكي عن التسارع. سيارات الام 3 والام 4 كل شيء كل شيء. شيء كتير حبيته البدل شيفتنج للكربون فايبر. يا كل شيء فيها سيارة حلوة بكل هالاكشن وعلى سرعة 150 كيلومتر بالساعة. اشترك بقناتنا على اليوتيوب، شير لايك اند سبسكرايب. بعد ما كنا على الحلبة هلا عم نطلع على حلبة مصغرة نجرب فيها كمان الهاندلينج تبع البي ام دبليو ام 3. هي السيارة اللي معنا هلا، رائعة فيدي. وبلشنا تجربة الهاندلينج للبي ام دبليو ام 3. رائعة رائعة رائعة. اوه التجاوب تبع السيارة مخيف 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 مخيف. تجربة مختلفة هالمرة على المي دريفتينج، تنشوف شو هتعمل معنا الام 3. كاش 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 gas 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 off good well cool turn gas off well cool gas 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 off gas gas turn into it. رح نطلع على الحلبة رح نعيش تجربة مخيفة 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 على متن الام 4 كومبيتيشن. سيارة جديدة كليا 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 من بي ام دبليو. شفنا الواجهة وحكينا عنها مطولا وقديش العملية ناس اخذت فيها وردت فيها وعطيتكم رأيي بصراحة. هلا هيك سريعا لازم نحكي شوي عن مقومات الميكانيكية لهالسيارة. السيارة فيها محرك 6 اسطوانات ستريت ان لاين، يعني خط واحد منهم فيه. السيارة توين توربو 3.0 لتر، بتولد 510 احصنة مجنونة، وبتولد 650 نيوتن متر تورك من 0 ل 100 ب 3.9. 3.9 يعني بالنسبة لنا اكيد اقل من هيك. لما بي ام دبليو تقول 3.9 ثواني من 0 ل 100، انا بتخيل هي ب 3.4. تنشوف اذا اليوم حنقدر نجيب هذا الرقم. رح نفرجيكم تجربة رائعة رائعة رائعة. ناطرين الاستراكتور ليقلنا انطلق ولا ننطلق. سريعا شوفوا معي المقود الرياضي بامتياز، كاربون فايبر داخله، بدل شيفتنج من كاربون فايبر رائعين، كبسة الامون، كبسة الام 2. بقدر انقل بانماط القيادة بالسيتنجز اللي انا بدي اياهم بين الامون والام 2 على الحلبة. وحنجرب اول شيء حنسوقها كومفورت، نرجع نروح على سبورت، نرجع نروح على سبورت بلس. يعني سيارة كاملة متكاملة كاربون فايبر، كابل ستارت ستوب، كل شيء كل شيء موجود فيها. السيارة رائعة جدا، تصميم مخيف جديد كليا من بي ام دبليو، المقاعد رائعة جدا. ما احكي صار وقت ننطلق نعيش تجربة خارقة جدا لكم. شغل السيارة بتوصل 290 كيلومتر بالساعة توب سبيد على الام باكج، 250 على اللي مانا ام باكج. شغلة بعد بدي اخبركم اياها قبل ما ننطلق، السيارة مجهزة ب 8 سبيد اوتوماتيك، يعني 8 سرعات غيار اوتوماتيكي رياضي بامتياز. صار لازم ننطلق على الحلبة ونعيش تجربة الام 4 الرائعة، ام 4 كومبيتيشن. جنون 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 سيارات بي ام دبليو رياضية، عن جد عن جد رائعة. تجربتنا اول شيء رح تكون على نمط الكومفورت، تنحس بالراحة تبع هاي السيارة برغم انها سيارة رياضية، كمان هي سيارة للقيادة اليومية. عن جد رائعة الراحة فيها لهي السيارة.
اول لفه رح تكون بالكومفورت تنعطيكم شعورنا على الكومفورت، ثاني لفه رح تكون بكبسه الامون يعني على سبورت، وكبسه الامتو من بعدها على سبورت بلس. خلينا نشوف شو بنعمل مع بعض على الحلبة. شغلي بقى بدي اخبركم اياها على الامفورد، رح تجي بنسخه مكشوفه يعني بعد فن اكثر. اللي لكم السياره رح تتوفر كمان بنسخه اول ويل درايف الاكس درايف ام، يعني سياره بتكون دفع كلي لتعيشوا تجربه رائعه جدا. وبنفس الوقت بس بدك فيك تكبس كبسة وتنقل القوة على الإطارات الخلفية لتعيش المتعة الرائعة داخل الام 4 Competition. السيارة بس نقلنا على سبورت تغيرت كليا، سيارة رياضية بامتياز. واو 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 واو، الصوت الرائع للسيارة، سيمفونية سيمفونية. يا 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 الصوت، يا الصوت صوت. يا جماعة الريسبونس تبع السيارة هيك طيب بتروح هيدا، وبعدني بالسبورت بعد ما انتقلت على السبورت بلس. ننتقل على سبورت بلس هلا، شوف كبسة زر بس تنتقل بتغير السيارة كليا. يا 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 متعة القيادة بكل معنى الكلمة، متعة القيادة بكل معنى الكلمة. مش عم بقدر اسكت يا جماعة، يا جماعة مش عم تفهموا علي شو عم بيصير. خلص خلينا نسوق. يلا خلينا نسرع شوي. السؤال اللي بيطرح نفسه هو هل بتاخذ الام 4 كومبيتيشن او بتاخذ الام 3 كومبيتيشن؟ رح نترككم انتم تقرروا، واعطونا رايكم بالكومنتس تحت، وما تنسوا لايك شير وسبسكرايب.